الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول جميعا لكم التحية ولكم التقدير. البيت نترحم على شهدائنا، شهداء معركة الكرامة من قوات مسلحة وقوات نظامية ومواطنين. نسأل الله ربنا يتقبلهم ويحسن إليهم، ونسأل الله ربنا يشفي الجرحى ويشفي صدورنا من هؤلاء القوم المعتدين. أولا تحية خاصة جدا لكل منسوبي هذه المنطقة، منطقة النيل الأبيض العسكرية، عساكر وضباط ومواطنين ومستنفرين وأجهزة أمنية أخرى. يعني بنحييهم ونقول لهم قدمت هذه الفرقة، إذا الناس ما عارفين، خيرة أبناء لإسناد معركة الكرامة، وأنا شاهد على ذلك، وأنا شاهد لأني أنا كنت متابع كل التحركات التي كانت بتتم في كل محاور العمليات. ويمكن آخر مجموعة ماذا لو كنا في القيادة غشوا ورجعوا لهم 40 نفر وشالوا منا 300 يا اخي. كثير وظلنا كانت شغاله في عزم الرجال، الله مع الشهيد على الدين، واحده من المتحركات بتاعت ام درمان. على العموم احنا بنحييكم ونفتكر انه انتم قدمتوا وسندتوا معركه الكرامه وسندتوا الشعب السوداني، وانتم قادرين ونحن واثقين من انكم تزودوا مع اخوانكم عن حياد هذا الوطن، وتدافعوا مع اخوانكم ضد كل من يحاول ان يعتدي على الشعب السوداني. فهي طبعا هذه المعركه معلومه بالنسبه للجميع، ومعروف اسبابها ومعروف تداعياتها. ونحن مستمرين في هذه المعركه، لا حنخنع ولا حنتراجع ولا حنستسلم ولا حنرفع زي ما قالوا سلاح، ما حنحط السلاح ابدا. الشيء اللي حصل امبارح في ود النورة وقبلها في كثير من مناطق السودان، في الجنينة حصل شيء مماثل، في نيالة حصل شيء مماثل، في كثير من قرى الجزيرة، في الخرطوم حصل شيء مماثل. احنا هذا الامر لن نتركه يمر مرور الكرام، وهذه الافعال لن نسامح من اقترفها، ولن نضع يدنا في يد من يرتكب هذه الافعال. نحن يمكن نطمن اهلنا في كل بقاع السودان ان والله هذه المعركه ستستمر لغايه ما ينحسم هذا العدو. وهذه المعركه مستمره لغايه ما ينتصر الشعب السوداني وتنتصر قواته المسلحه. نحن طبعا مقاصدنا من هذه الزيارة أن نقيف على أحوال الناس، نسندهم، نشد من أذرهم، نطمئن أن الناس قادرين أن يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن السودان. نحن أيضا واجب أن نحيي الشعب السوداني كله بكل فئاته وكل قطاعاته. الشعب السوداني وقف مع القوات المسلحة وقفة حقيقية. الشعب السوداني زودنا بأبنائه وزودنا بإماله وزودنا بكل ما يملك عشان ندافع عنه وندافع عن هذه البلد، البلد اللي أهلها نحن كلنا لا نرضى أن نشوفهم مشردين، ولا نرضى أن نشوفهم نازحين، ولا نرضى أن نشوفهم ضاغط بهم الأرض. لذلك الأفعال اللي تمت قصادهم دي نحن ما بنمرر مرور الكرام، وأهم في ود النورة نحن نقول لهم حقكم، نحن حنردوا 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 ما بالدبل، ب 600 مرة حنرد لهم. نحن لما قلنا الحرب دي ما ضد الجيش، الحرب دي ضد المواطنين. عشان كذا دعينا وقلنا والله كل زول قادر انه يحمل السلاح يجي نحن ينضم لحقوق القوات المسلحة ويقاتل مع القوات المسلحة. والسودانيين استجابوا الان نحن كل الشعب السوداني الموجود
يواقف مع الجيش وقاتل مع الجيش. لذلك واجب أنه نحن كعسكريين نستشعر هذه المهمة ونستشعر لأنه هذا الشعب قدم لنا أغلى ما يملك لما نحن تعلمونا من زمان، قدم لنا أبناءه وماله. لذلك رقبتنا ونحن كلنا في داخل هذا الشعب السوداني. نحن طبعا رسالة من هذا المكان وقدامكم أنتم كأحد روافد القوات المسلحة الرئيسية، عهدنا مع الشهداء وعهدنا مع الشعب السوداني أنه لن نضع يدنا في يد هؤلاء المتبردين، ولن نضع يدنا في يد من عمل هؤلاء المتبردين. والرسالة أنا برسلها للتقدم والقحط والسياسيين اللي دارين إيه ثاني يحكموا السودان. ما تحكموا ثاني السودان ده ونحن قاعدين فيه. ما تجي السودان ده ثاني ونحن قاعدين فيه. واي زور حتى يكتم على الميليشيا المتفرقة دي ما يعلم انه ثاني الشعب السوداني ده يستقبل. نحن وضح لنا جليا انه هذه المجموعه تقدم متواطئه مع المتمردين ومتفقه معاهم على قتل الشعب السوداني. متفقه معاهم انه نحن لو ما قعدنا معاهم هم الحرب ما تقيف، الحرب نحن بنوقفها بان ننتهي من هاي الناس دي ان شاء الله. نحن واثقين تماما انه في النهايه نحن منتصرين، الجيش منتصر والشعب السوداني منتصر، وهم الناس دي بيتكلموا دي شوفوا لهم حتى يمشوا ليها. نحن كسودانيين نتعجب ونستغرب في انه في ناس بيفرحوا لانه سودانيين بيموتوا، في ناس بيفرحوا لانه سودانيين بيتنهبوا، في ناس بيفرحوا لانه بنات السودان بيغتصبن، في ناس بيفرحوا لانه الناس الشعب السوداني تهجر من مساكنه وماله اتنهب وتقطع له السبل، يفرحوا ويكتبوا انه والله الحكومه الماشرعيه الحكومه اللي قاعده فيها روح. انت تعال هنا شوف الحكومه الشرعيه دي قاعده وين، تعال هنا شوف الناس بتسوي. احنا الناس الرسمي بيتكلموا برا ديل كلهم عارفين مواقفهم، وكل زول لو قدرنا نطلع له حقه وننشر له غسيل ونطلع له. احنا نحترم تماما المواطنين السودانيين، نحترم هذه الدولة السودانية وهذا الشعب السوداني. لذلك واجبنا اننا نقف معاه لاخر قطرة دم عندنا، ونسند باخر جند عندنا، ونسند باخر مال عندنا، زي ما هم الان بيقدموا لنا كل شيء. لكم التحية ولكم التقدير. نحن مطمئنين وبنطمن الشعب السوداني انه والله لن تلي لنا قناة ولن يهدى لنا بال، وما حنوم الا العدو ده ينتهي، الا العدو ده يتدمر. هن في الجزيره اصابوا ما اصابوا، وهن في كل السودان اصابوا ما اصابوا، ونحن ما عندنا حاجه غير ان نقول لهم نحن حنجيبهم وحنطرد الجماعه ديل وحناخذ لهم حقهم منهم ان شاء الله. تحية مرة أخرى لأهلنا كلهم القابضين الآن صابرين قاعدين، وقرى كثيرة ما زالت قاعدة، وفي ناس كثيرين ما زالوا قاعدين مستعدين يدافعوا بنفسهم وبمالهم عن أعراضهم وعن ممتلكاتهم وعن قراهم. نحن حنسندهم وحنصليهم، وكل زول داير مساعدة حنساعده، كل زول داير يقيف موقف بطولي موقف وطني حنساعده عشان يقيف هذا الموقف. تحية لكل قطاعات الشعب السوداني اللي انضمت لنا بهذه المعركة، ونحن عملنا تنظيم لهذا الاستنفار. نحن ما دارينا أجسام تعمل خارج القوات المسلحة، كلنا يجب أن نعمل داخل أجسام القوات المسلحة، داخل لجان أو داخل الوحدات الرسمية اللي بتنشأ بواسطة اللجان تحت الاستنفار بتنشئها الحكومة. أي ولاية فيها لجنة بتاعت مقاومة شعبية، هذه المقاومة الشعبية والمستنفرين ما دارين نسخرهم كلهم للعمل العسكري، لكن كان فيهم الناس ممكن يساعدوا في أي مجال آخر
نحن نسخرهم لأنهم يساعدوا الإسناد المدني، يشتغلوا في الإسناد المدني، الإسناد العسكري حسب حوجة الولاية وحسب حوجة المنطقة. نحن دارين الكل يكون جزء من هذه المعركة، وهذه المعركة حتما ستنتهي بانتصار الشعب السوداني وانتصار القوات المسلحة السودانية، ونحن واثقين واثقين زي ما نحن شايفينكم قدامكم، شايفين النصر وسحق الناس دي قدامنا هنا ده. ربنا قويكم وربنا يعينكم، ونحن عندنا حاجات كثيرة جدا ما قاعد نتكلم عنها، ما قاعد نقولها. يعني نحن هسه الآن في يدنا تسجيلات للمدعو يوسف العزة في الإذاعة وفي التلفزيون ببياناته، قاعدة هم ما جايبين خبر مصور، الكلام ده كله مسجل. تاني يطلعوا البيان الأول والبيان الثاني والبيان الثالث، يقولوا القوات المسلحة هي البلد. واحد منهم أول امبارح قال القوات المسلحة اعتدت على معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية. المدينة الرياضية فيها معسكر بتاع دعم سريع، ده تدليس، ده تدليس من هؤلاء السياسيين من الشرذمة، شرذمة تقدم كذب ونفاق على الشعب السوداني. لكن حسابهم بيجي ووقتهم بيجي، هم يجون عمال يجون من السودان، كلهم ينحاسبون، كلهم حنحاسبون. اي زول خط يده في يد المتمردين احنا عندهم شريك في الجرائم اللي حصلت للشعب السوداني، اي زول خط يده في يدهم احنا عندهم شريك في اي زول دعمهم وساندوا ووقف معاهم هو شريك في هذا الجرم، هو شريك في قتل السودانيين ونهبهم. نحن بنعرف 200 و200، نقول لهم هتاخذوا حقكم وتاخذوا جزاكم. بارك الله فيكم، ربنا يجزيكم خير. وتاني تحيتنا لاهلنا الرابطين، المرابطين في قرى الجزيره، المرابطين في كل مكان، البداحون عمال عن اعراضهم. احنا انا الليله مشيت المناقل وجيت ناس والدنور، لقيت ناس القرى كلهم والله صامدين وروحهم المعنويه عاليه، والجرسي كلهم دارين يرجعوا تاني، كلهم اي زول مزح داير يرجع الليله دي، وكلهم الروح المعنويه عاليه، معنويات عاليه، ولا انهزموا ولا حصل لهم شيء. صحيح انها بتحصل لنا خسائر لكن ما بننهزم، تحصل فينا خسائر لكن ما بننهزم. ما في طالما عندنا روح ونفس طالع ونازل ما بننهزم، ولا في زول بيهزمنا، وما خايفين من زول ولا سائلين في زول نهائي، لانه ما في زول ما في زول عنده عندنا حاجه نهائي. ما في زول يقول لك والله ده ساعدنا وده وقف معانا وده دعمنا، ما في. احنا بنقاتل احنا كجيش ومعانا الشعب السوداني ده. تحيه لاخواننا في هذا المخابرات العامه وفي الشرطه ايضا، هم واقفين معانا، بالذات اخواننا في هيئه مكافحه الارهاب. طبعا هيئه العمليات تم تغيير اسمها، بقت اصبحت قوات مكافحه الارهاب، وهم قاتلوا معانا وموجودين معانا في كل موقع. ونحن حتما هذه القوه سنرقيها، ما حنخليها تكون صيف زي الحياه الفاتت، لكن حنخليها جزء من هذه القوات تعمل غياباتها وتشتغل معاها. تحيه لاخواننا في الاحتياطي المركزي في كل مكان، كل السودانيين والله واقفين مع الجيش وقفه حقيقيه، وقفه صحيحه، وقفه وطنيه. ونحن لو ما ردينا ونودينا باننا قدمنا روحنا دي قدامهم ما بنكون عمل لهم حاجه. ربنا نغفركم وربنا يديكم العافيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله اكبر، الله اكبر.